ذاك النهار انا طالعه لاسانسور البيت وكنتلاقى واحد السيده دايره واحد الطاطواج هنا. المهم ما رديتلوش البال، وانا اللي جلب ليا النظر ديالي هي شنو كان مكتوب فيه. مكتوب فيه eat trash and داي يونغ. جيدي ويلي تغفر الله العظيم، واش السيده ما عارفاش راسها شنو كتجلب لحياتها؟ اون غرو كاتبه كل من الزباله اون غرو وموت صغير. الوغ بغيتكم تعرفوا واحد القضيه، الله يجازيكم بخير، اللي خرجتوه من فمكم ما كيعاودش يرجع. نو سولمون اللي خرجتوه من فمكم كتجلبوه لحياتكم. دونك هاد السيده هادي نو سولمون خمات فيها تخيلاتها وطاطواتها في اليد. صافي ديغ ملي كتصفح في الصباح في الحمام كتبان ليها، كدوش كتبان ليها، في المايو كتبان ليها، كتلبس كتبان ليها، كل نهار لو سيرفو ديالها كتعمرو تشارجيه باش كل من الزباله وموت صغير. دونك كنوعدكم هاد السيده افورس غتبدا تاكل من الزباله اللي هي الجانك فود، الساندويشات، البيتزات، لي بات، وداك الماكله اللي هي صحيه ما غتقرب ليهاش، وغادي تموت صغيره. اعمار بيد الله، مي بحال شي واحد كيكون غادي مزرب السينتا. الوغ بغيت نقول لكم هذا الميساج، لا لوا داتراكسيون ها كيفاش كتمشى. الا جيتي قلتي يا لطيف الناس كلهم اللي كنطلاقا مفلتين، ما غتبقى يتلاقاي وما غتبقى تلاقا غير بالمفلتين. الناس كلهم مخلويدين، ما غتلاقا غير بالمخلويدين وما غادي تجيب غير المخلويدين. الا قلتي او كونتخيغ ربي ما كيدير في طريقي، الحمد لله غير الناس طوب، عندك الامكانيات باش غادي تولي تجلب لحياتك الانسان الناس اللي هما الطوب. الا قلتي ما عمرني غنقلع انا في نفسي ما غنبقى داير المزلوط، كان واعدك عاوتاني هذاك الشيء اللي قلتي هو اللي غتجلب لحياتك. والا قلتي شوف انا ما غاديش نموت في بارطما، كناستي غادي تخرج ان شاء الله من فيلا، يا دو فورت شونس بور كو كناستك ان شاء الله في اخر المطاف تخرج من فيلا. دونك عندك هذا داكوغ، حضي اش كيخرج من فمك. ولا عندك، انا ما عنديش مع لي تاتواج، مي الناس اللي هما كيديروا شي حوايج سيتادي غير تاتواج يقدر يكون هنا كيف يقدر يكون تصويره حاطه حدا راسي، نرد البال الحاجه اللي كنخمم فيها كل نهار وكنطق بها بفمي وكنساتوري السيرفو ديالي بها كنجلبها. انا مزاوقه ما تقولوش ليا ما عارفينش، ابارتيغ دوجوردي ردوا بالكم، نجلب لحياتي غير الناس الزوينين، الحوايج زوينين، صحيحه، العافيه، الفلوس لهنا، راحت البال، لي زوبورتينيتي، لي زامي، لا فامي، لو ماري. صافي واقيلا الا قلت كلشي. كانت معكم ناهد رشاد اللي تا انا بحال مهمتي غادي ندعي باذن الله وان شاء الله كناستي ما تخرج شي من بارت، ما تخرج من فيلا. شوف انت كناستك منين بغيتيها تخرج، هذا هو. الله يحفظكم.